solve den här grejen om att det är لتلحق بشركة أبل التي تربعت على عرش أول شركة أمريكية مدرجة تحقق هذه القيمة قبل نحو شهر. سعر سهم أمازون ارتفع ب 550% منذ نهاية عام 2014 لترتفع قيمتها السوقية خلال هذه الفترة بنحو 800 مليار دولار. لكن العام الحالي ومع المتانة القوية التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي قفز سعر السهم ب 71% ليحتل المرتبة الخامسة ضمن الأسهم الأفضل أداء في مؤشر ستاندر أند بورز 500. Big macro play. Now there are a lot of little subplots there. There are the growth of the cloud business for. هذا اليوم ما كان ليحدث الآن أو في القريب العاجل لولا جهود الشركة في مجال الحوسبة السحابية التي كانت بمثابة نقلة لأرباح الشركة وفي النهاية ارتفاع سعر سهمها. في الحقيقة أن أعمال أمازون هي الأسرع نمواً أيضاً أكثرها ربحية. لهذا السبب نحتفل بهذا الإنجاز التاريخي اليوم. بنك مورغان ستانلي رفع السعر المستهدف لسهم أمازون بأكثر من 35% عن توقعاته السابقة إلى 2500 دولار متوقعاً أن يبقى نمو المبيعات قوياً. إن النجاح الذي حققته أمازون خلق العديد من الوظائف في عموم البلاد، فالشركة عاد امتلاكها رؤوس أموال ضخمة، فهي تمتلك كذلك مواهب وعملاء وتستغل هذه الموارد من أجل الحفاظ على نجاحها واعتلاء الصدارة في العديد من القطاعات. نجاح شركة أمازون بدأ منذ أعوام طويلة. الشركة اعتمدت بشكل كبير على الإنفاق في محاولة منها للوصول إلى كل جانب من جوانب حياة المستهلكين، ومع تزايد طموحات الشركة ازداد حماس المستثمرين حول حجم الفرص المالية للشركة. 44% من إنفاق الأمريكيين على الإنترنت يتم عبر بوابة أمازون التي يمتلك رئيسها جيف بيزوس 17% من أسهمها، فهو الذي أصبح اليوم واحدا من أغنى رجال العالم. حسين إبراهيم للإخبارية، نيويورك.